قدم صافي الكساسبة والد الشهيد الطيار معاذ جزيل شكره لجلالة الملك عبد الله الثاني لوقوفه إلى جانب عائلته وللقوات المسلحة الأردنية وللشعب الأردني الواحد. من بيت عزاء كل الأردنيين ومن بيت عزاء آل الكساسبة الكرام الذين قدموا الشهيد معاذ الكساسبة النقيب الطيار البطل الذي تغنت بأمجاده كل العرب وكل أبناء الأردن، ليكون معنا حديث من القلب إلى القلب. والد الشهيد المرحوم الطيار النقيب معاذ الكساسبة شقيق كل الأردنيين، والذي كل الأردنيين حزنوا لحزن والده، والذين يعني تجمعوا من كافة مناطق ومحافظات المملكة والمنظمة الغربية ومن كافة الدول العربية لتقديم واجب العزاء وللإشادة بدور الشهيد البطل. يتحدث إلينا والد الشهيد الأستاذ صافي الكساسبة بكل ما بقلبه، حديث من القلب إلى القلب سيدي إلى مستمعينك وإلى مشاهدينك في الوطن العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. حديثي أولا أنا أكبر في الشعب الأردني هذا الالتحام الذي لم أره من قبل هذه اللحظة، الشعب الأردني في موضوع معاذ، والحمد لله أظن أن الله سبحانه وتعالى يحب معاذ، ولذلك إذا أحب الله عبدا حببه إلى قلوب الناس، فمعاذ حبب قلوب الأردنيين كلهم وأصبحوا على اختلاف مشاربهم على اختلاف توجهاتهم أصبحوا كأنهم أبناء رجل واحد أسرة واحدة سواء مسلمين ومسيحيين. وأنا يعني فخور جدا بهذا الذي أراه في هذا يوم أمس وهذا اليوم وما قبل هذه الأيام. أنا رأيت تلاحم في الشعب الأردني بين الشعب الأردني ما يعني يفوق الوصف، كأني أشعر أن كل واحد منهم هو أبو لمعاذ هو أخ لمعاذ، وكل أردنية هي أخت لمعاذ وأم لمعاذ. سائلا الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه اللحمة وأن نكون دائما إخوة متراصين لحماية هذا الوطن بقيادة جلالة الملك. سيدي الأستاذ صافي، يعني جميع أبناء الأردن وسواء يعني شباب أو بنات نساء كبار السن لا زالت أفئدتهم مشتعلة حرارة، رسالة تطمينية، رسالة تعبر عن وجدان صافي الكساسبة إلى أبناء الشعب الأردني. بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا على قدر ما في قلب صافي الكساسبة من حرقة، وجدت أن الأردنيين أكثر مني حرقة. هذا الموقف، هذا الذي رأيته، هذا الذي لمحته خفف من مصابي كثيرا جدا، ولذلك أنا يعني أكثر واحد في الأردنيين راحة ضمير، لأنني أرى أنه الأردنيين والأردنيات أكثر مني حرقة على معاذ. يا سيدي في نهاية الحديث لا نستطيع إلا القول عظم الله أجركم، ومعاذ ارتقى إلى السماء ليحشر مع الأنبياء والصديقين بإذن الله، فالحزن واحد ويعني كل ما ننتظره من أخبار سارة ومن أخبار إن شاء الله تغطي هذا الموقف، الموقف الذي لا ينسى، ولكن ما لم يبقى إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. بدوره قال فهد الكساسبة عم الشهيد البطل معاذ إن أي فرد من أفراد القوات المسلحة معرض للخطر، مقدما شكره لجلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني. عرفنا أن نلتقي باللواء المتقاعد فهد الكساسبة عم الشهيد الطيار النقيب معاذ الكساسبة. سيدي عظم الله أجركم ورحم الله ميتكم الذي ارتقى إلى السماء بعد زيارة جلالة الملك وبعد تكاتف جميع أبناء الأردن والذين أصروا لأن يكون معاذ ابن لكل أسرة أردنية، ماذا تقول سيدي بهذه المناسبة؟ يعني الحمد لله، يعني أنا بقول إنه يعني ما حصل لمعاذ والذي إن شاء الله نحتسبه شهيدا عند الله يعني أدخل الحسرة والأسى واللوعة على قلب كل أردنية كل أردني، وبالتالي يعني جميع الأردنيين أنا على يقين تام بأنهم قد منذ تلقيهم الخبر قاموا بفتح عزاء لمعاذ في بيوته. لكن ما يعزينا يعني أن معاذ إن شاء الله أنه شهيد، وبالتالي يعني أعتقد أننا أمام عرس وطني ونحتسبه إن شاء الله، وجميع مساجد المملكة منذ يعني صلت صلاة الغائب على روحه الطاهرة يوم الأمس، ويعني إن شاء الله أنه شهيد. أسر معاذ زاد اللحمة الوطنية
ووحد قلوب جميع الأردنيين على قلب رجل واحد، مهما كانت مناطقهم ومهما كانت إخوان المسيحيين قطعوا أعيادهم ومن الضفة من كل المناطق. يعني إحنا بهذه المناسبة اللي يعني منذ لحظة أسره ونحن أبدا هذا الديوان يستقبل مئات الوفود من مختلف، ما بدي أقول لك حتى من الأردن، من كل العالم. واليوم كان في إخوة من الخليج العربي من دولة الكويت، وتلقينا اتصالات من مختلف دول العالم ومن جمهورية مصر العربية ومن فلسطين، ونحن تبلغت اليوم بأن هنالك عزاء أيضا في أقامته السفارة الفلسطينية، وعلمت كذلك بأن في بعض المدن الفلسطينية في القدس جانا اليوم من أبو ديس وفد. أيضا الحادث الآخر وما عملته هذه الزمرة الطاغية الشلة الإرهابية التي ترتكب أبشع وأفظع الجرائم، أيضا زادتنا تلاحما فوق تلاحمنا الموجود أصلا. والحمد لله يعني اليوم كان يعني يوم حافل ويوم عرس لشهيد، ويعني جلالة الملك كان قبل قليل موجود، وكان كل أعضاء مجلس الأعيان، مجلس النواب، الحكومة، النقابات، ويعني أنا متأكد تماما أنه يعني كما ذكرت لك أن في كل بيت أردني عزاء وفرح بنفس الوقت، عزاء بمعاذ وبما تعرض له من بشاعة ومن فظاعة من قبل هذه الزمرة الطاغية، وعرس على أنه إن شاء الله أن يكون شهيدا في زمرة الصالحين والشهداء عند رب العالمين. أشكرك سيدي وعظم الله أجركم، وإن شاء الله أنه معاذ ارتقى إلى السماء ليكون شهيدا ويحشر مع الأنبياء والصديقين. شكرا سيدي، يعطيك العافية.